ماي فريند، جبت القهوه تبعيتك؟ جيب القهوه او كاسه شاي، حط السماعات، لانه اليوم راح نكمل القصه اللي حكيناها المره الماضيه. ماي فريند، شغلتين على السريع، هذا حسابي الانستغرام وفي رابط بصندوق الوصف كمان بيوديك مباشر على حسابي، تابعني هوني، بلشت انزل يوميات ماي فريند. والشغله الثانيه بدي منك انك تفعل زر الجرس وتصير تشوف الفيديو اول ما ينزل عشان نطلع ترند. ماي فريند ملينا، ماي فريند منا ترند. سلام عليكم، معكم موسى الحلو بفيديو جديد وقصة جديدة. لا مو جديدة، اليوم تكملت القصة من الفيديو الماضي. بالفيديو الماضي وصلنا للحظة ما أنا رحت لعند الناس يلي راح يوصلوني معاهم على باريس. حطينا الأغراض بالشنتاية ومشينا. وصلنا ماي فريند على باريس بعد ساعتين سواقة، وكان الجو بداية المغربية. بلشت أشوف برج إيفل بالأفق البعيد والابتسامة بلشت تظهر على أسناني. نزلوني هالجماعة عند واحد من التقاطعات وتمنوا لي زيارة سعيدة وموفقة، وكملوا طريقهم وراحوا. هون صفيت لحالي بالطريق بهاي المدينة العملاقة، ما بعرف وين أروح، ما عندي خطة وين أنام، ما بعرف أصلاً بأي اتجاه لازم أمشي، والأهم من هذا كله ما بحكي فرنسي. Je ne parle pas le français. أبوسي حبيبي. Je vais passer aux toilettes. My name is Moussa. Je comprends, non comprends. Avec toi, je ne peux pas. هاي كل الكلمات اللي عندي إياها بالفرنسي. يو مونجي، جو مونجي، يو مونجي، وعلى الله يعني. المهم شلت حالي ومشيت بدون ما يكون عندي أي هدف ولا اتجاه أروح له. رحت على اليمين، خلص هذا هو اليمين. ضليتني أمشي لحد ما وصلت على مترو الأنفاق. هنيك شفت سيدة محجبة، شكلها عربي كان. قربت لعندها قلت لها خالتي بدي اقطع تيكت اذا بدي اروح على مركز المدينه، شلون؟ الله يوفقك، علميني. صحيح اني ما فهمت عليها ولا كلمه بالعربي لانه بتحكي اللهجه المغربيه الدارجه. انتي تمشي ودابه بهذا الاتجاه، تروحي على ديك اليمين تلاقي الدرج وبعدين تروحي هناك، بس تشوفي المترو هنيك تقطع التيكت وبعدين تروحي دابه. فهمتي؟ فهمتي مين انتي؟ انا ولا انتي؟ انتي فهمتي؟ والله فهمتي. ما فهمتي؟ لا والو والو ولا والو. لك لحسن الحظ البنت طلعت بتحكي انجليزي، والله ما كنت فهمت عليها. تروحي الاتجاه وليه درج وتشوفيه اليمين، والو والو والو، ما في شيء ما فهم. المهم ساعدتني المخلوقه، قطعت لي تيكت، اخذت المترو ورحت على مركز المدينه. وصلت وطلعت من مترو الانفاق وبلشت افتش على جوجل على اوتيلات رخيصه. طبعا ابو نجيب ببالي عم بيقول لي الله يوفقك الهي، الله يوفقك، لانه شفت اول كم اوتيل فتت لعندهم لاسالهم كم الليله، قام قالوا لي الليله فوق ال 100 يورو. هون حسيت انه لقد وقعنا في الفخ، جاي على باريس وبدك تنام بوتيل ابو الليره، قويت تلاقي ما في، بدك تدفع. بدت تتعتم العين وانا بلشت اتعب من اغراضي اللي شايلهم، صرت اسال عاد ناس بالطريق اذا بيعرفوا اوتيلات رخيصه، هوستيلات رخيصه، فدلوني على منطقه قريبه سياحيه وفيها هوستيلات للشباب. والهوستيل للي ما بيعرفه هو مثل الاوتيل بس عباره عن غرف بتشاركوها شباب، يعني انا بروح بحجز غرفه، بيكون بهاي الغرفه معي اشخاص ثانيين حابين يسافروا وما حابين انه يدفعوا مصاري كثير بالاوتيلات، فبتروح بتحجز تخت بقلب غرفه مشتركه، ممكن يكون 4 اشخاص، ممكن يكون 8 اشخاص، ممكن يكون حتى لل10 اشخاص. والهوستل بيكون بالعاده مخدم من كل شيء، واي فاي، فطور مجاني، وكل واحد له سريره الخاص، وبشكل عام بيكونوا كثير نظاف ومرتبين يعني، بس كل سرير له سعره، يعني السرير اللي بيكون بغرفه فيها بس شخصين بيكون اغلى من السرير اللي بيكون بغرفه فيها 8 اشخاص. والغرف بتكون عاده مختلطه شباب وبنات، وفي غرف بنات لحالهم، بس بشكل عام الكل بيكون محترم وكله ملتزم حدوده، اغلبهم بيكونوا يا طلاب او ناس بتحب السفر. ولما تنزل باوتيل حتى عندك فرصه كبيره انك تتعرف على ناس من جنسيات مختلفه، لانه كله عنده نفس الهدف، انا اجي على هاي البلد ما ادفع كثير مصاري واتعرف على ناس من جنسيات مختلفه ونطلع مشاوير مع بعض. وانا هاي كانت اول مره الي بسكن بهوستل، تعرفت على بنت امريكيه، تعرفت على شاب كندي، على بنت برازيليه، على بنات من السويد، وفي منهم ممكن يصيروا اصحابك، يعني ممكن يضل في تواصل بيناتكم وتلتقوا ببلد ثاني او تلتقوا بالبلد اللي هو جاي منه. فالمهم لقيت بهديك المنطقه هوستل ممتاز جدا، وطلالته على النهر سفاحه كثير وفيه صاله للبلياردو، مطعم صغير، يعني كان هوستل لطيف. ودفعت تكلفته على الليله 35 يورو بهذاك الوقت، بس كان بيستاهل صراحه اكثر لانه كثير مرتب، والاهم انه جاي مباشر على النهر، يعني عندك اطلاله كثير حلوه الصبح. والله ماي فريند سويت تشيك ان، طلعت حطيت اغراضي، تحممت، رجعت فريش، نزلت وبدات الفلف بالمدينه، بدات استكشف فيها بهالليل. طبعا انت عم تسال حالك ماي فريند وين التشرد بالموضوع، انت عم تحكي لي قصه على اساس بدك تتشرد وبدك تنام بالشارع، هي عم تتعرف على بنات يا عكروت وعم تنام بهوستلات وامورك طيبه. طول بالك
مالك ماي فريند؟ صبر انت صبر انا يحكي القصه، انت مو صبر انا يعصب. ها المهم نكمل السير. روى الاصل رحنا على مطعم عربي، تعشيت، روقت دماتي، ضليتني عم بلفلف للساعه 3 الصبح بباريس. المدينه بالليل مثل السحر ديزني، وعكتر ما مشيت بهداك النهار وتعبت وضليت الفلف رجعت على الهوستل يمكن دقيقتين بس شلحت اغراضي وحطيت راسي ونمت مباشر. انا بالعاده بس انام مثل الاولاد الصغار، لا بشخر لا بتقلب وكتير هني وما الي حس الا لما اكون تعبان. شخرت شخير هديك الليله اعلى من صوت طبله مسحر برمضان. يا محمد ايش صار؟ فقت من النوم على صوت شخيري، انا نايم انزعجت من شخيري فقت من النوم. صدق او لا تصدق، لك شلون اللي ما قدروا يناموا؟ ما بعرف اصلا اذا ناموا، لانه على الساعه 4 مدري 5 الصبح بلش يدق منبه صوته مزعج كتير. انا طبعا تليفوني جنب راسي والصوت مو من عندي، بس اللي فوقي على التخت هي الغرفه كان فيها سراير بطابقين، قاعد يحوس ويتنطوط ويطلع صوت اصادم، وانا نعسان ولساتني ساكت. بس نعسان بدي انام، هي اللي خلقي. قلت له طفي تليفونك عاد وندفس لك. شت ذا فكينج تليفون وندفس لعم بعيونك. ما طلعك حاله هيك لعندي وقال لي الصوت جاي من عندك مو من عنا، ما عم نحسن نام من وراك. قلت له انقلع من هون ولك، هذا تليفوني جنب راسي الصوت مو من عندي يا دونكي. هلاك وانا عم بحكي معه ماي فريند بلشت اسمع من وين جاي اتجاه الصوت. الصوت عم بيطلع من شنتايتي. تسالني ليش؟ مو طلعت نسيان تليفوني الثاني بالشنتاي ومعير فيه المنبه، والمنبه له ربع ساعه عم بدق يدق ويفصل يدق ويفصل يدق ويفصل، وانا ما حسيت عليه الا لاخر مره. بهاي اللحظه انقصف ام الجبهه تبعي، ما ضل جبهه، ما ضل ولا شيء. سويت حالي مالي خبر، مديت ايدي هيك على الشنتاي على اساس انه انا لسه ما في شيء، يعني لساتني محافظ على غروري انه اوه والله تليفون عم بدق. لمين هذا التليفون؟ خلص نفصله يلا ما في شيء، حط راسك ونام عادي. ما صار شي ماي فريند، كمل النومة بدلي الله وكيلكم. المهم عدت الليل على خير، فقنا الصبح، طلبت فطور محترم بالهوستل، بلشت ادور على معلومات وين الاماكن اللي لازم الواحد يروح يزورها، طبطبت حالي على السريع وطلعت من الصبح اتفتل، من الصبح بكير، سجلت بوقتها حتى على جولة سياحية اسمها فري تور باريس، هي موجودة بكل مدينة، بس تكتب مثلا فري تور واسم المدينة وبتسجل بهذا الموقع على جولة سياحية بتطول ساعتين او ثلاثة مجانية ما بتدفع ولا ليرة فيها، بيحكوا لك فيها عن المدينة عن الأماكن اللي ممكن تزورها، وآخر شيء إذا بدك بتعطي المرشد مثلا 2 يورو 5 يورو 10 يورو، في ناس بتعطي أكثر على حسب أنت وزوجك، إلا إذا أنت ما عندك زوج بتقول ما بدي أعطيه ولا ليرة. لا بمزح، فيك عادي إنه ما تعطيه مصاري، يعني ما حدا بيزعل منك لأنه هي أصلا الجولة مجانية، بس أغلب الناس بتدفع مصاري لأنه الجولات هي حتى أحلى من الجولات المدفوعة، لأنه المرشد بيكون فيها هيك عفوي وعلى طبيعته وبيحكي لك قصص متنوعة وبيمزح معك وبتصير الرحلة يعني حلوة. خلصت الجولة السياحية معاهم وبعدين كملت لحالي ورجعت باتجاه برج ايفل مشان ناخذ الصورة يعني اللي الكل بيحلم فيها جنب البرج. فوانا ماشي لهونيك كان الطريق كتير طويل، امشي 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 وما اصل، امشي وما اصل، والبرج هداك هو قدامي. العمى ايش هالقصة؟ المهم قلت لحالي احسن ما اضلني امشي على الفاضي خليني اسال حدا. سالت بنت بالطريق ماشية جنبي، قلت لها شلون بدي اروح على البرج يستر على عرضك، اللي ساعتين عم بمشي مع بصل. وهنيك صار موقف كتير غريب مع هاي البنت، خلانا نطلع سوا على البرج نتمشى، رجعنا التقينا تاني نهار رحنا شربنا قهوة ولحد الان بنتواصل مع بعض. بس هذا بده قصة لحاله لانه موقف كتير غريب، مشان هيك خلينا نكمل قصتنا لحد الان. خلصت جولتي مع البنت رجعت على الهوستل، مددت لليلة جديدة لانه تاني نهار كان بدي ازور اماكن تانية بالبلد. فكالعادة حطيت راسي ونمت، وتاني نهار اخذنا الفطور العظيم وبدأت جولتي مرة تانية. بدأت أزور أماكن مختلفة مثل أول أكاديمية فرنسية، رحت على متحف اللوفر على أساس أشوفه بس للأسف كان مسكر بهداك النهار لأنه كان في تنظيف. هاي الشغلة اللي تندمت عليها وما سويتها لحد الآن. بعدها رحت على المكان اللي اغتالوا فيه الأميرة ديانا، تمشيت بشوارع باريس وشفت بالفعل عظمة البنيان، هياكل عملاقة، جسور كتير ضخمة، أبنية كتير مهولة. هاي مدينة بتستحق لقبها. انبهرت بجمالها فعليا وقررت إني أرجع أزورها لما يصح لي فرصة تانية. رجعت بعد على الهوستل ماي فريند، بيت اغراضي وحجزت بالباص مشان ارجع على المانيا. كان لازم اخذ الباص من مكان بعيد شوي عن مركز المدينه، والرحله كانت بتمشي من هنيك الساعه 11 بالليل، يعني المفروض اكون هنيك 10 ونص 11 الا ربع وبعدها نمشي على المانيا، يعني بقضيها طول الطريق نوم وما بتعب بالسفره هيك. حجزت ماي فريند مع شركه باصات اسمها فليكسبوس، معروفه هون باوروبا، بتسافر على اي مدينه بدك اياها واسعارها رخيصه، ومواعيد هاي الشركه عكس مواعيدي تماما، كثير دقيقه، يعني الباص لما لازم يمشي الساعه 11 بالليل، الساعه 11 ودقيقه وخمس اعشار من الثانية ما بتلاقي هونيك. واللي صار اني بالفعل تأخرت على الباص دقيقتين وشفته شلون عم يطلع من الكراج واكلنا هوا يا معلم. بس كان في باصات تانية من نفس الشركة على وشك انه يمشوا، فرحت سألتهم اذا في باص بيناتهم رايح على المانيا، بس مع الاسف ولا واحد طلع رايح على المانيا، شي كان طالع على بلجيكا، شي على لوكسمبورغ، شي على مدريد، بس المانيا ما في. اول رحلة رح تمشي على المانيا ثاني نهار الساعة 10 الصبح، وانا حجزي راح علي وتعبان وضل عندي بس 37 يورو.
يعني اذا برجع على الهوستل وبحجز ليله مشان انام هنيك ببطل عندي حق تكتل رجع على المانيا. بس اذا بدي ارجع على المانيا لازم انام اليوم شي محل لتاني نهار الصبح مشان احسن اخذ الرحله وارجع فيها على المانيا. ما عاد اعرف ايش اسوي، الرحل كلها طلعت، العالم كلها مشيت مع باصاتها، الاضوي بلشوا يطفوا بالكراجات وانا لساتني موجود هنيك، ما ضل غير حارس الكراج وكم شخص معه. فكرت قلت ما في غير حل وحيد، ما في الا انام بالشارع لتاني نهار ووفر على حالي 37 يورو وادفعهم حق الرحله مشان ارجع على المانيا. طبعا انا فتك بالحديث ماي فريند انه لحسن الحظ انا جايب معي خيمه وانا جاي. فخطرت على بالي فكره عبقريه، قلت يا ولد افرود هالخيمه بالشارع ونام مثلك مثل هالمشردين، ما راح تفرق معك، على الاقل الخيمه بتحمي من البرد من جرادين باريس. والله ماي فريند ما كذبت خبر، جبت لك هالخيمه ونترت بنص الكراج وانا عم بفتحها رقد علي حارس الكراج. اجى لعندي شكون يا والش قام تسويهن؟ وما حكاني يعني ديري، بس انه فرنسي تبعه ما فهمت عليها وحسيت لهجته يعني قريب على الديري احساس يعني. بس المهم حطيت موسيقى حزينه بالخلفيه وبلشت اقول له يا عمو انا مقطوع من الشجرة، رفقاتي لاموا بالحر ومن جيراننا اتكهرب اول امبارح بالسخانه وما خلينا ننام هون يستر على عرضك، ما في محل ننام فيه. نزلت دمعته قال لي نام معليش بس لازم تفيق قبل ما يجوا العالم بكره الصبح. قلت له لعيونك من طلعت الضوء فورا انا فايق، ردت لك الخيمه بنص الشارع وحطيت راسي ونمت. صح يعني كان في قرصة برد بس انه الحمد لله رب العالمين لقينا محلنا في حجي. المهم تاني نهار الصبح اجى حارس الكراجات فيني قال لي قوم يا وال، الناس قامت تجي بتشناتي، قوم يلا حاجتك نايم. والله قمت رحت غسلت وجهي وبلشت افرش اسناني جنب الخيمه، العالم فايته بتشناتي وانا واقف جنب الخيمه عم بفرش اسناني، اغرب بني ادم موجود بكل الكراجات، كله يطلع فيني يقول ايش عم يسوي هذا هون، وانا والله ولا زائل قاعد هيك راكي حالي على جنب الخيمه وعم بفرش اسناني وعم بتفرج على العالم، كان بده بس فنجان قهوه هيك الواحد هيك يحسن مزاجه على الصبح. رحت بعد تبع التذاكر تبع الشركه بعد ما فتحوا المكتب تبعهم الصبح، قلت له بدي تذكره على المانيا، قام قال لي 45 يورو، قلنا له 45 ايش؟ ليش 45 يورو؟ قال لي والله هي الاسعار، اعطينا موسيقى حزينه بالخلفيه. يا معلم انا مقطوع من شجره ورفقاتي ناموا بالحرب، ابن جيراننا اول امبارح تكهرب بالسخانه ومات، وامه من زعلت عليها والله ماتت من الزعل الله يرحمها. زبطنا التكت بركي وارخص ما بيزبط معك من هون من هون. نزلت دمعته قال لي خلص رح زبط لك السعر، وسوى لي التكت ب 32 يورو. لا والله بالفعل بعم بمزح. رحت عليه تاني نهار الصبح وقلت له انه انا اجيت امبارح وراح علي الحجز وبدي ارجع اليوم على المانيا، شاد رح يوقف علي التكت ترخصوا لي السعر شيء ولا هو نفسه؟ قام والله شاب منه من حاله سوى لي خصم، يعني هو ما بيرخصوا السعر ما بيسوي خصم، بس هو منه من حاله سوى لي خصم ما بعرف ليش. المهم ضل عندي 5 يورو على الطريق، والله رجعنا على 5 يورو نغنشت حالي على الطريق واحد ماكدونالدز مع كاسه قهوه وابرك ايه، ورجعت بس وصلت على بيتي قلت خلص هاي اخر مره اسافر فيها. هذا رايك؟ لا، هاي السفرة كانت سبب اني اصير اسافر من دون ما احسب حساب لشيء، لانه بالسفرة هاي ما خططت لولا شيء، سافرت وكتير انبسطت فيها، من احلى السفرات اللي سافرتهم، رغم كل شيء صار، رغم البهدلة اللي صارت، تعلمت شلون اتعامل مع الموقف، لهيك صار عندي حب للسفر مو طبيعي، من وقتها الكل اللي سافر معي بيعرفني، انه انا بس اسافر على مكان، اقل انسان بخطط للسفرة هو انا، يعني لا بحجز اوتيل قبل بشهر ولا بحجز طياره قبل 3 شهور، لا كله هيك على التجلي ماي فريند، والحمد لله رب العالمين وين ما اسافر رب العالمين ميسره معي، وان شاء الله عقبال ما تسافر سفرتك اللي نفسك فيها ماي فريند، ونشوفك بفيديوهات تانية. سلام عليكم، كان معكم موسى حلو.